السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم مقطع مختلف شوي. اليوم ما راح نلعب لعبة، راح نختبر حالنا بلعبة. حاس المقطع راح يطلع بيض بس بنجرب. بيعطيك الريسبي اللي بتسويها بالكرافتنج تيبل زي هيك وتوقع ايش بتسوي. بسم الله جرب. اوكي، هاي سهلة كثير، كرافتنج تيبل. تمام، اللي بعده اوكي، فلنت اند ستيل، القداحة برا سهلة كثير. اتوقع الايتم فريم فلاج التنتل بوك، اتوقع الايتم فريم، اكيد الايتم فريم، يعني لو بدون الخيارات كنت وهكت شوي. هاي ريدستون لامب، سهل ريدستون لامب. اللي بعده هاي الكوكي، كوكي هاي، ايوه هاي الكرسبو برضو هاي سهلة. حلو، اللي بعده هاي توقع البنطلون، لا كولدرن البنطلون مقلوبة بتكون، يعني هاي الحبة اللي تحت بتكون فوق. السلابس فليتشنج تيبل تشيست، لا برل او الكمبوستر، صراحة والله ما بعرف، بس البرل اتوقع فيه عصايات فخنروح الكمبوستر. تمام، في ستيكس لانه البرل. هاي الكوندوات، كوندوت سهلة. انشانتنج تيبل برضو سهلة. عشرة من عشرة ايزي. في كويز ثاني، دقيقة، في كويز ثاني ماينكرافت نفس الاشي، الريسيبيز هيا. اوكي هالمرة، دقيقة وقف، هالمرة العكس، بيعطيك البلوكة وانت اتوقع الريسيبي تبعها. هذا اتوقع الأوبزيرفر، اتوقع والله واللي بعرفه انه في كوارتز، في كوارتز واحدة من هذول الثنتين بس، اي واحدة اتوقع هاي صح. حلو اوكي، هذا الجرايندينج او نسيت اسمه، والله نسيت اسمه. هو في سلاب، في عصاية، توقع هاي صح. البستن اوكي، البستن انا بعرفه في حبة كوارتز برضو وفي ريدستون، اتوقع هاي. اوكي غلط، هذا اول غلط عنا. اوكي هذا توقع الريبيتر، اتوقع هذا الريبيتر صح، بس انه والله ما عندي اي علم صراحه، خلينا نجرب هذا غلط. طيب ما بعرف اسمها صراحه، بس هي بتتسوى بالتورتش، هاي واحد من هذول الثنتين. ما فيها سول ساند، راح تكون هاي. وات، ما فيها شمعه، برا اوكي الكروسبو اجانا بالتحدي اللي قبل شوي، نسيت. هاف، ايوه صح تمام. هذا الاوبزيرفر او هذاك الاوبزيرفر، والله ما بعرف، او الدروبر، هذاك لا والله يا اخي انسى. طب يعطونا اسمه على القليله. هذا اتوقع انه راح يكون هاف، شو هل حسبت لي صح ولا غلط؟ والله ما بعرف. اوكي هذا تبع النذر، اللي بينفجر بالنذر بخليك ترست من فيه. هذا اتوقع مش متاكد، راح يكون اتوقع راح يكون هاي. اوكي هاف، واو اوكي، في هاي اللامب، ريدستون لامب سهلة، اللي هي هاي شفناها بالكوز اللي قبل. هاي اللي حسب الوقت بنهار ولا لا، هاي فيها ريدستون وفيها توقع هاي. واو، أربعة من عشرة. يا ربي، في هذا شكله حلو، بيعطيك شخصية من اللعبة
وانت اعرف ايش سلسلة الالعاب هاي اللي هاي الشخصية جاي منها. فخلنا نجرب. اوكي ذا ويتشر بيني سلسلة ذا ويتشر كابتن برايس كل فيديوتي بينه سهلة. هاتوا اشي اصعب. ستيف ماينكرافت هذا ايش ما بعرفه صراحة. دارك سولز إلدر سكرولز دراغون ايج وولدر جيت والله والله ما بعرف. ما اتوقع دارك سولز لعبة سولز هاي. إلدر سكرولز ممكن والله. دراغون ايج راح تكون سهلة اتوقع. إلدر سكرولز تمام لان دراغون ايج بديهية نوعا ما. ما بعرف صراحة بس مش ذا ويتشر مبيني. دراغون ايج لا. ماس افكت ممكن. ديابلو لا. ماس افكت بين من الدرع تبعهم من لبسه. هذا والله ما عندي اي علم صراحة. ستار وار ستار وار طب مو هاي سلسلة واحدة برا. طيب قلت والله ما بعرف. خلينا نجرب الجداي. اوكي هاي صدفت. شفت الشخصية هاي. اتوقع فول اوت مستحيل. ماس افكت لا. ديد سبيس او ديث ستراندينج اتوقع ديث ستراندينج صح. هاي الشخصية ما بعرفها والله. اوتلاست انتل دون ريزنت ايفل امنيسيا يعني مبين انها من لعبة رعب. ريزنت ايفل ما اظن. اوتلاست برضو ما اظن. يا امنيسيا انتل دون اتوقع امنيسيا اتوقع. اوكي ضعت طلعت اوتلاست ديب. هاي مبين الزلدة فاينل فانتسي. اوكي كايل اي داينغ لايت ايزي ايزي 9/10 ليتس جو. حلو تمام. في هذا التحدي شكله حلو كمان. توقع اسم اللعبة من اللوجو تبعها. توقع هذا راح تكون سهلة كثير. توقع اوكي والله ما بعرف الشعار هذا صراحة. المشكلة جايب لك كله السي 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 عشان ما تصير بديهية. والله ما بعرفه. State of Chaos لا. Starcraft Splinter Cell برا. That's Starcraft. اوكي توقعت شوي يعني. ها هاي بعرفها بعرفها بس ايبكس. ايوه ايبكس. اللي بعده فورتنايت. فورتنايت ايوه هذا اللوجو القديم. كونتر سترايك ايزي. ال او ال اوكي ليج اوف ليجندز برا. اكتب ال ان شاء الله اكون كتبتها صح بس ليج اوف ليجندز اوكي صح. ماتش ذا لوجو بيلو اوكي هاي دوتا ايزي والله شكرا راح نجيبها كلها صح. هيلو ايش هيلو هالف لايف قصدي هالف لايف ايه. اوكي بيعطيك الاسم. اوكي هاي روكت ليج ايزي بابا. طيب اللي بعده صراحة انا ما بعرف الشعار ما بعرفه والله. لاست اوف اس هذا مو شعاره. هيدس هيتس اوروبا يونيفرسيلز لا. يا هيدس يا توتال وار اتوقع هيتس لان توتال وار مو هيك شعره. اوكي هاي والله ما بعرفها صراحه. سيلز جيرني شافل نايت والله اول مره اشوف هذا الشعر صراحه. ما بعرف والله. طيب اوكي هاي اندرتيل ايزي سهل. يلا اللي بعده هاي ستيت اوف ديكاي لا. ديد سبيس لا. ديد سيلز الان ويك اتوقع ديد سيلز لانه ولا واحدة من هذول الثلاث. اوكي وورلد اوف وور كرافت حلو. هاي تيم فورسس لا. سليبينج دوغز برضو لا. ويتشر جوثيك ويتشر ممكن
ممكن ويتشر الشعر هذا نوعا ما مخربطني. اوكي ديابلو سهله. هاي بولدر جيت. باي بولدر جيت بولدرز جيت معلش. هاي إلدن رينج سهلة. أوري هاي أوري. سمعتها والله سمعت فيها مرة سمعتها مرة. فيها نايت فيها كلمة نايت هولو نايت. بس شلون بتنكتب إن شاء الله اكتبها صح. لا شو هذا شلون تنكتب نايت. لا مشيك نايت راح علي سؤال يا اخي كيف تنكتب نايت نسيت. اوكي هاي ستارد ولا ستريد. ستارد لا ستارد ويف فالي ستار. اوكي حسبوا ليها صح. كتبتها غلط. اوكي 18 من 20 حلو حلو جدا النتيجة ممتازة. اوكي في هذا التحدي احسه راح يكون حلو كمان ايتم او اشي موجود جوا اللعبة يعني اعرف اسم اللعبة منه فنجرب. بسم الله هاي بوكيمون سهلة. اكتب الاسم. لا دقيقة والله ما بعرف شو تكتب. بوكيمون انا عارف غلط بوكيمون. اوكي ايرث بلوك. اوكي ماينكرافت ايزي. اللي بعده ماريو. بس ايش ماريو سوبر ماريو ايش بالضبط. اكتب سوبر ماريو. سونيك ايزي. هاي والله ما بعرف اتوقع ممكن لا اجد وجد ما بعرف والله. فينيكس داون مش عارف ليش بس حاسة من سلسلة فار كراي. حاسة مش عارف ليش صراحة. فاينل فانتسي يلا حرف الاف صح. تشيريز. ايش في لعبة تعتمد على التشيريز او فيها هذا الاشي. لعبة اركيد من 1980 والله ما بعرف صراحة. هذا السؤال راح يروح علي. نوب باكمان. اوكي كارد بورد بوكس اتوقع تيم فورترس. وات اوكي بروكن ووتش. ساعة مكسورة والله ما في شي ببالي صراحة. خلينا نشوف ايش الإجابة. لاست اوف والله اني كنت بدي اكتبها بس ما توقعت. اوكي هم بين ويتشر او ذا ويتشر. بس ابل اوف ايدن. هاي ايش هاي كمان ايش في لعبة فيها هذا الاشي. ايدن رينج ما بعرف والله. اساسن كريد. اوكي كومبانيون كيوب ممكن والله ما بعرف صراحة. راح اكتب اوفر ووتش اتوقع غلط. بورتل ما بعرف والله. هذا عجل السيارة هذا لوسي ويل والله ما بعرف. نشوف الإجابة ايش.
والله النتيجة تاعتي راح تكون بيض بهذا التحدي. روكت ليج واو ستيلث وورد زي العصاية السحرية. في كثير ألعاب في عصاية سحرية شو معرفني. تورتش لايت ما أنا متأكد أنا غلط. ليج اوف ليجندز أوكي. تفر تايمز إيش هذا؟ والله ما بعرف صراحة بس عط لك أي إجابة. ريسك اوف رين أوكي لعبة أساسا كلها ما بعرفها. 5 من 15. أوكي أوكي هذا راح يكون آخر تحدي للمقطع هذا، يعني مقطع هيك قصير شوي هيك وغير عن جو الألعاب شوي، هو بظل ألعاب بس إنه مش نلعب. المهم إيش الماب اللي من ماينكرافت؟ طيب أبديت إيش اسم الأبديت هذا؟ النذر أبديت مبين يعني إنه بالنذر. هاي تشيكن مبين يعني، ولا جايب لك خيارين بس يعني مش يعني مبين هذا الخروف شيب. توقعت هذا أصعب الكاو البقرة، هذا الجوت الماعز او والله ما بعرف. اوكي هذا الزومبي. توقعت التحدي اصعب شوي صراحة من هيك. هذا الدراوند الزومبي الغارق. هذا الهسك الهسك ايوه سكيلتون. اوكي السكيلتون الثاني بس نسيت اسمه بالضبط. الاستري ايوه الاستري فروزن سكيلتون. الواردن هذا الوحش الديم. هذا البيليجر بيليجر بيليجر ايزي. الفينديكيتر فينديكيتر بعرف اسمه بس اشوفه اللي فوكر ايوه اللي فوكر. الرافجر هذا اللي تحت. السنيفر هذا يجيب التحديثات الاخيره. سنيفر 16 من 16 ايزي. بس شباب هذا راح يكون المقطع لليوم، مقطع هيك خفيف، مقطع هيك قصير وخفيف حلو. بس ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالمقطع. يلا السلام عليكم.